الحمد لله باري الأنام خالق الإنس والجان منزل التوراة والإنجيل والقرآن مرسل الرسل بالبيان والتبيان رافع منارهم في الملوان والصلاة والسلام الأتمان الأكمال على درة تاجهم الخاتم العدنان وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الحبر الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعشع القمران. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري: والعاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. وقال الزهري: وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وقال حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير عن ابن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي والخاتم والعاقب. وهذا إسناد قوي حسن. وجاء بلفظ آخر قال: أنا أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وقال عبد الله بن صالح: حدثنا الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير يعدها؟ قال: نعم، هي ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم، وأما عاقب فإنه عقب الأنبياء، وأما ماحي فإن الله محى به سيئات من اتبعه. وقال عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة والملحمة. رواه مسلم. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ورواه زيادة بن يحيى الحساني عن شعير بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. وقد قال الله تعالى عن سعير بن الخمس تحت الخاء كسرة يا شيخ، عن الخمس، ابن الخمس، 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 نعم، عن سعير بن الخمس، جزاك الله خير، نعم، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن عمر عن ابن الحنفية قال: عن ابن الحنفية، محمد بن الحنفية، نعم، ابن الحنفية اللي هو محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، نعم، رضي الله عنه، أخو الحسن والحسين لأبيهم، وأمه من بني حنيفة، نعم، جزاك الله خير يا شيخ. قال ياسين: نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. وعن بعضهم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن خمسة أسماء: محمد وأحمد وعبد الله وياسين وطه. وقيل: طه لغة لعلك، أي يا رجل، فإذا قلت لعلك يا رجل لم يلتفت،
وإذا قلت لا له لا لا، وقيل طه، وقيل طه لغة لعك أي يا رجل، فإذا قلت لعك يا رجل لم يلتفت، وإذا قلت له طه التفت إليك. وطبعا هذا طبعا طه وياسين ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل طه لغة لعك أي يا رجل، وقيل طه لغة لعك. لعك وفوق الكاف شدة وفتحة. طيب جزاك الله خير. لم يلتفت وإذا قلت له طه التفت إليك. نقل هذا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك، فلعل هذا القول لا يكون طه من أسمائه، وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال رسولا ونبيا أميا وشاهدا ومبشرا. أنت الآن عندك الكاف، الكاف عليها شدة، نعم شدة شو شدة وإيش؟ شدة وكسرة، شدة وتحتها تنوين يا شيخ. أيوة لغة لعك. العكن. أيوة العكن. جزاك الله خير يا شيخ. وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال رسولا ونبيا أميا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا ومدثرا ومزملا وهاديا إلى ذلك، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ومن أسمائه الضحوك قتال، جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا الضحوك أنا القتال. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أين الصوت؟ أيوة يا شيخ، وأنا أين الصادق صوتك؟ المصدوق. وفي التوراة فيما بلغنا أنه حر الأميين وأنه اسمه المتوكل. وعن أسمائه الأمين، لا لا لا، أنه حرز، عفوا، أنه حرز للأميين. وفي التوراة فيما بلغنا أنه حرز للأميين. شيخنا قطع الصوت من عند ابن مسعود. أقول قطع الصوت من عند ابن مسعود. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله، هو الصادق المصدوق. وفي التوراة فيما بلغنا أنه حرز للأميين وأن اسمه المتوكل ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. ومن أسمائه الفاتح وقثم. صحيح يا شيخ، قثم. ومن أسماء الفاتح وقثم. وقثم، جزاك الله خير. نعم. وقال علي بن زيد بن جدعان تذاكروا أحسن، تذاكروا أحسن بيت، تذاكروا أحسن بيت قالته العرب. تذاكروا أحسن بيت قالته العرب. نعم. الله. فقالوا قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال يا عاصم، سلام يا سلام. وقال عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي وأنا الحاشر ونبي الملحمة. قال المقفي الذي ليس بعده نبي. أيوة المقفي هو المقفي عن آخر الأنبياء. رواه الترمذي في الشمائل وإسناده حسن. ويروى بإسناد واهن عن أبي الطفيل قال بإسناد واهن. ويروى بإسناد واهن عن أبي الطفيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء، فذكر منها الفاتح والخاتم. قلت وأكثر ما سقط الخاتم أو الخاتم. نعم الخاتم أو الخاتم، تفضل. أيوة نعم.
قلت وأكثر ما ما سقنا من أسمائه صفات من أسمائه صفات له لا أسماء أعلام، وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. صلى الله، نعم طبعا. أيوه. على كثيرين عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم. ولا تكتنوا بكنيتي. وقال محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. نعم. أنا أقسم. وقال ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري: لا ابن لهيعة وحكى. وقال ابن لهيعة ابن لا بفتح اللام. جزاك الله خير. وقال ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس قال: لما ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عن مارية كاد يقع في نفسه منه حتى أتاه جبريل. من مارية ولد من مارية رضي الله عنها. أيوة. عن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية. أيوة. من مارية كاد يقع من أنا كاني سمعتها عن معذر. أيوة. المشكلة في أذني أنا. فضل. لا سيدي أنا الغلطان. تفضل. من مارية كاد يقع في نفسه منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم ابن لهيعة ضعيف. احنا كما قلنا كتاب سيرة علام النبلاء ده كتاب عجيب، يعني هو بيقول لك لا الحديث هذا لا يصح لأن ابن لهيعة ضعيف. طيب نكتفي بهذا القدر، إن حيكون عندنا باب جديد في قصة سطيح، ولكن أنا أريد أن هنا الآن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصريحة اللي ثبتت في القرآن والسنة. جاء في القرآن محمد وأحمد، وقال القائل: وجاء ذكره في 5 آي معلومة مشتهرة في آل عمران والأحزاب والقتال والفتح آب والصف كانت آخرة، فصلي على المصطفى في الآخرة عليه الصلاة والسلام. هذه جاء اسم أحمد ومحمد، وشرحنا ذلك واستفضنا فيه لما تكلمنا في كتاب الشفاء للقاضي عياض بما أغنى عن إعادته، ويرجع له في الشروحات موجودة كلها على الشبكة. وأيضا ما ثبت في السنة الماحي. ما معنى الماحي؟ يعني الذي يمحو الله به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يمحو الله به الكفر عليه الصلاة. هذا معنى الماحي. وأنا الحاشر، يعني يحشر الناس على قدمي، يعني يحشر الناس على قدمي عليه الصلاة والسلام. وأنا العاقب، يعني ليس نبي بعدي، وهذا متفق عليه. وأيضا عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري النبي قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والمقفي. يا شيخ طاهر أغلق السماعة. والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم، هذا من حيث هنا. وأيضا من حديث جبير بن مطعم عن أبيه المطعم بن عدي عند الإمام البخاري قال: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، يعني لا نبي بعدي. يقول ابن حجر: والذي يظهر أنه أراد أن لي 5 أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، لم يسمى بها أحد قبلي. لم يسمى بها أي معذرة لم يسمى بها أحد قبلي، يعني هذه الأسماء خاصة بالمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن محمد سمي بها قبله عليه الصلاة والسلام لما قالوا يبعث محمد، فأكثر من أسرة في قريش سمت كذلك. طيب. وقال أيضا: وإنما هذا على المشهور وليس على الحصر.
طبعا لابد نعلم العلماء صنفوا كتب كثيرة في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام تزيد على 14 مصنفا كلها صنفت في ذلك. وكنت في زيارة لأحد شيوخي وأخبرني أن أحد طلبة العلم جمع أيضا كتابا جديدا في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام يمكن وصل إلى 1000 اسم، لكن كثير منها لا يصح، كثير منها لا يصح. إذن العلماء صنفوا كتب كما جمعت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في الشمائل وجاء أيضا في الشفاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق أفرد لها فصلا كاملا. ويقول شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وألف في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام عدة مؤلفات في كتاب اسمه كشف الظنون، وكشف الظنون له ذيول ألفت عليه، وطبعا كشف الظنون هذا في أسماء الفنون، أو كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون هذا لحاجي خليفة. وهذا الكتاب كتاب ماتع وعظيم، يعني لا يغفل عنه طالب العلم. وأول ما نشر هذا الكتاب سنة 1650 أفرنجي، يعني قبل قرابة 6 قرون. وهذا الكتاب يسرد كتب ضخمة جدا أسماءها وأسماء مصنفيها ولماذا كتبت، سواء كانت هذه الكتب عربية أو فارسية أو تركية. وضعه رجل اسمه الحادي خليفة من علماء القرن 11 الهجري، وجمع آلاف من الكتب، وهو يعتبر سبحان الله يعني هذا الكتاب مرجع لطلبة العلم إذا أرادوا أن يقرأوا كتابا أو كذا، يعرف الكتاب هذا المن ومن الذي ألفهم إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ويقول عبد الرحمن بدوي إن المؤلف لابد أنه شاهد هذه الكتب كلها بنفسه، الله أكبر، لأنه يذكر العنوان ويذكر أول الكتاب ونهاية الكتاب ويعطي معلومات عن حياة المؤلف وكذا، فقال أكيد أنه شاف كل هذه، أنه يشوف كل يكون قد رأى كل هذه الكتب. وأحيانا ماذا أقول لكم، تصل إلى قرابة 18,000 كتاب. رحمه الله خدم المكتبة خدمة عظيمة جليلة رحمه الله. وأيضا ممن ألف في هذا ابن دحية القرطبي، السخاوي، السيوطي، ابن فارس وغيرهم من أهل العلم. وكثير من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يصح نسبتها إليه ومنها ما لا يصح نسبتها إليه. وأهل العلم رأوا الخلاف في هذا لأن أسماء النبي أعلام وليست أوصاف، فهم رأوا أن كل وصف وصف به النبي عليه الصلاة والسلام عدوه اسما من أسمائه، يعني الشاهد، المبشر، النذير، الداعي، السراج المنير، فجعلوه اسم من أسماء النبي. بينما قال علماء آخرون إن هذه أوصاف وليست أسماء أعلام، وهذا قاله النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات، قال بعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الأسماء عليها من باب المجاز. ويقول السيوطي أيضا في تنوير الحوالك هذه الصفات، إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا إلى غير ذلك. وفي كتاب الجزولي جمع 200 اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. وابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى جمعها وصل إلى 300 اسم. وبعض الصوفية ألف كتاب جمع فيه 1000 اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وغالبه أنها لا تصح أيها الكرام الفضلاء. ومن الأسماء التي أضافوها أحيد، وحيد، مدعو، غوث، غياث، مقير العثرات، صفوح عن الزلات، خازن علم الله، بحر أنوارك، معدن أسرارك، مؤتي الرحمة، نور الأنوار،
ميم الملك دال الدوام قطب الجلالة إلى غير ذلك. ولا شك أنها أيها الكرام هذه كلها أسماء أنها باطلة وأنها لا تصح أيها الكرام الفضلاء. إذن الفاتح نثبت فيها الفاتح المأولة إيش الفاتح الم ها هذه من ضمن الأسماء اللي يسموها أيوة نعم نعم وهذه فيها صلاة الفاتح طبعا نسأل الله العافية والسلامة وتعرفون هذه احنا أجبنا عليها وهي صلاة صلاة باطلة تسمى بصلاة بصلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. وقلنا هذه نسأل الله العافية والسلامة طبعا هذه صلاة باطلة وهي من مذهب التيجانية الضلال. إذن نثبت ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء كما قلت لكم الماحي الحاشر العاقب المقفي نبي الرحمة نبي التوبة إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. ولذلك بعض الناس يريد أن يوصل أسماء النبي مثل أسماء الله الحسنى 99 اسم ومنهم يريد أن يوصلها إلى 1000 اسم كما ذكرت لكم سابق. أما طه وياسين فليس من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما حروف مقطعة كما بينا ذلك مرارا وتكرارا أيها الكرام الفضلاء. هذا ما أردنا أن نبينه في هذا الفصل الماتع الجميل. أما المزمل والمدثر هذه صفات وليست يا أيها المزمل يا أيها المدثر هذه صفات وليست 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 أسماء. هذا ما أردنا أن نبينه في هذا السفر الماتع وفي كلامنا اليوم على أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونكمل بإذن الله عز وجل جلسة القابلات القادمات إن أنسى الله في الأعمار على الطاعات في هذا السفر المبارك. وندلف الآن إلى كتابنا الثالث في مجلسنا هذا. صلى الله عليه وسلم.